ويهابون المنوية ما تقاسيه بلادي فاشهدنا يا بأيامها وأبنائها وشهدائها وشهيداتها. ونحن نتحدث عن المرأة الفلسطينية وقرب يوم الأم نذكر خمس أمهات في داخل السجون الإسرائيلية ولدن أبناءهن في داخل السجون لم يقدم لهن المساعدة والرعاية الطبية بل مورس عليهن أبشع أنواع التعذيب الضغط النفسي والقهر والتهديد والتفتيش العاري والتنكيل على مدار اللحظة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل القاصرات حيث يتم فرض الغرامات المالية والأحكام العالية بل وإطلاق النار من مسافة صفر أثناء الاعتقال. ونحن من هنا من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر نناشد جميع المؤسسات التي تعنى وتتحدث مرارا وتكرارا عن حقوق المرأة وحرية المرأة بل وعن الديمقراطية، أين هي من هذه الانتهاكات؟ أين هي من حقوق المرأة في داخل السجون الإسرائيلية؟ أين هي من طبيعة ما يحدث من جرائم مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية؟ إن أسيراتنا في زنازين الظلم بين العدا ظلت صخر ما في حدائثني. العدو الصهيوني اليوم ونحن نقف أمام مؤسسة دولية تعنى بحقوق الأسرى وتدافع عن الإنسانية يمارس إجرامه الممنهج ضد أسرانا وأسيراتنا داخل السجون الصهيونية بالسلاسل بالقيود بالعسل بشبح الكراسي. وإذا أرادت أمريكا أن تحاكم أحلام التميمي فعلينا أن نحاكم ترامب ونحاكم الإدارات الأمريكية المتواصلة التي شاركت العدو الصهيوني بالأدوات العسكرية وبأدوات الإجرام والقتل والتدمير في قتل الشعب الفلسطيني. اسمع مني اسمع السما بلغين تلبد